بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنتكلم على كوليكشن وكوليكشن انترفيسز. مهم قوي نتكلم على الكل في كوليكشن، وده بيبقى عبارة عن انترفيس بتبروفايد الاوبريشن، انت تقدر توصل للاليمنتس بس. في بقى الميوتابل انترفيس، ودي بقى بتنهرت من الكوليكشن وبتديني بقى اوبريشنز اقدر اضيف احذف ابديت اعمل كلام زي كده. طبعا كلمة var الميوتابل اصلا اللي هو var وval هو قيمة، يعني اوبجكت ما ينفعش نغير قيمته بعدين، يعني ما نعملش ري اساين، لكن هو خلاص تم تعريفه اقدر اياد وابديت وريموف منه، هو كده خلاص اتعرف بفال ما فيش مشكله. لكن ما بقدرش اعمل له ايه ري اساين، يعني اقول اسمه تاني ومايل ده بقى بيساوي حاجه تانية، ما ينفعش ان انا ايه ري اساين. اميوتابل وبيديني زي ما قلنا زياده عن الكوليكشن العاديه، ان هو بيقدر بقى اعمل اد اعمل ريموف اعمل تشينج اعمل كده وما فيش مشكله خالص، بطريقه سهله. تعال نشوف مثال. عملت var val imps، وده هختاره بقى عندك طبعا mutable، طبعا في set وفي map وفي list، في منها اللي هي واحده كل واحده منها اتنين، في منها اللي هي زي دي اللي هي generic، وفي اللي انا ممكن احط على طول. فانا اقول لهم mutable list of، يعني list من، وهحط على طول القيم. فقلت له مثلا سبور، قلت له مثلا كحيل، احط مثلا يعني الاخره من الايه من التكست اللي انا عايزها تايم، وخلاص عندي كده ايه ليست اكنها زي اري. بس خدوا بالكم بقى المميزات اللي هتقابلنا في الكوليكشنز اعلى بكتير جدا من الاريز. يعني هنا انا ما بحددش مكان اقدر اضيف اعمل مش عارف ايش، بحدد العدد باللينس بتاعها الثابت، يعني في مميزات كتير جدا غير مميزات الترتيب، يعني لسه هنشوفها كمان، غير الماب، غير يعني في امكانيات. فعملت imps dot add، ضفت على اللي كانت موجوده، قلت له فور imp in الامبس، وكل مره يطبع لي امب في لاين، يعني برنت لاين كده كل واحد، مع انه ده فال، مع اني عملت عليه ايه عملت الاد زي ما احنا شايفين، خلاص مش فاريبل يعني. بكده انا هعمل اخر حاجه اقول له امبس دوت. طبعا لو جيت اعرب بقى ميوتابل اي حاجه تانية هيحصل مشكله بقى، هيرفض. حتى لو انا حبيت يعني احط قيم وابقى عامل ميوتابل ليست عاديه جدا، هيقول لي لا خلاص انت معرفها بفال، عشان بس دايما فال، فمش مش كانت مرتبطه معانا دايما ان ما ينفعش اعمل لها اد او اغير في قيمتها او كلام كده، لا هنا الموضوع مختلف. لكن لما جيت اري اساين قلت امبس بتساوي ومتعامل ميوتابل ليست مش عارف ايه، طبعا طلعت ايرور كومبيليشن ايرور بسبب ان الفال كان نوت ري اساين، خلاص ان بسبب ان احنا عاملينها فال فكان نوت ري. لو انت عايز تعمل حركه زي دي يبقى عرفها في فار بقى، بس مش معنى بس ان حبيت افرق بس في معنى ان القيم بتضاف عادي، لكن ناخد بالنا بس من الري اساين، وان انا اد فاليو او اضيف فاليو على الايه على الليست الموجوده زي ما احنا شايفين سابور وكحيل وتايم ومهيمن وكله اتضاف ومفيش اي ايه اي مشكله.